كنطالبوا الحقوق ديالنا مع هاد الناس. اغلبيه ديال الدراري اللي كتشوف فيهم القليل فيه ضارب 5 سنين 6 سنين. يعني بغينا نوصلوا لهاد الناس الكلمه ديالنا بان نحن راه مضرورين. بنادم راه 12 عام 16 عام راه هذا اللي واصل حتى ل 20 عام. و تخيل انسان قدام 20 عام بلا كون جيب لا والو. 21% راه كاينه شي 300 ديال البشر. شي 300 شي 300 اللي جات دابا اغلبيه كيكون برشيد والدروه. كنقول لهم قسما بالله خويا عيط للدراري قلت لهم جيو وقال لك ما عنديش فلوس ترونسبور باش نجي من برشيد الدروه مديونه من هنا من كازا. اصل المشكله خويا هو خويا هو داروا لنا الصورطو هاد الناس خلاو علينا فوقيته ديال كوفيد وما ديكلاروش بينا فهاد الشهور اللي بقاو. ما ديكلاروش بينا فهمتي الصورطو ما بقاوش معنا بحال عمر خدمتو معنا بحال عمر كانت شي حاجه بحال الله يعاون بالسلامه صافي بحال سالو معنا. شكرا على الخدمه اللي خدمتو معنا صافي بحال نكرونا فهمتي. هاد الشركه راه نكراتنا بان نحن راه خدامين معاها يعني ما عندكش الحق تستافد. وباش جينا نتحاوروا معاهم ما كاين السياسه ملي جينا نتحاوروا معاهم قال لك المديره هنا كتقول لك سيروا دعيوني سيروا للمحكمه. عينا خويا هذا لا ومني بغينا نطالبوا بالحقوق ديالنا ما بغاو يديروا معنا حتى شي حل. الخدمه ديالنا حنا في لاكويزين لاكويزين حنا اللي كنسربيو الطيارات الماكله ديالهم يعني راه قطاع سياحي وهاد الناس ما بغاوش يعطيونا الحق في الاستفاده. حبسوا المطار صافي من شهر 3 وحنا جالسين فلوس كونجي فلوس كونجي ديال كل 6 شهور ما خديناهاش ما عطاوناش فلوس كونجي بزاف. ودوينا طالبنا بها كيقول لك سير احنا نصيفطوهم ما صيفطوا لنا والو خويا. سير تسنى احنا ما باغيش سير تسنى باغي قول لنا شي حاجه عطينا امتى غنبداو ديروا معنا شي تاويل ونشوف حالياتنا. ماشي غادي يقول لك سير حتى 26 في الشهر سير حتى الواحد في الشهر 3 في الشهر 5 في الشهر يدوز لك فلوس كونجي. بغيت نقول لك واحد القضيه خويا بان الناس الا بقاو يجرجروا فينا الا وصلت 20 في الشهر وبغيتي تطالب بالحقوق ديالك من عند الا خديتي ورقه ديال التوقف عند الشغل وبغيتي تمشي لا سي ان اس اس باش تدفع تاخذ ديك 6 شهور ما عندكش الحق. الا بقاو يجرجروا فينا حتى فاتت 20 في الشهر صافي راه هذا لا راه ما غاديش ناخذوا حقنا. كيتعمدوها كيبقاو يجرجروا فينا باش حنا ما نوصل الا وصلنا ل 20 وفتنا صافي راه هذا لا راه ما غاديش ناخذوا الحقوق ديالنا. حنا المشكل عندنا كنطالبوا بهاد الشركه بانها ما بغاتش تعطينا الحقوق ديالنا. الشهر الاول في لا سي ان اس اس ما ديكلاروش بينا قلنا ماشي مشكل كندخلوا كنتفاجئوا كندخلوا لا سي ان اس اس كنلقاو باننا دايرين لينا سوغتي كيقولوا لينا سيروا دعيونا وحنايا مضرين. حنا خدامين في مطار محمد الخامس يعني حتى حنا مضرين لينا الضرر. حنا كنطالبوا بالحقوق ديالنا بهاد الشركه تعطينا تعويضات تبقى تخلصنا حتى الاخر تاع الشهر كيقولوا لينا باننا ما داخلينش في القطاع السياحي وحنا مصرحه بين الدوله على حنا كنطالبوا غير دابا باش يعطيونا غير الحقوق ديالنا باش نستافدوا حتى حنايا حيت حنا مضرين. انا دابا عامين وانا خدامه معاهم خدامه في لا كويزين كنصاوبوا الماكله ديال الطياره عامين وحنا خدامين معاهم دابا دايرين لينا بعض المرات كتجينا حتى 46 الف ريال الشهر يعني ساكتين على شحال من حاجه وصابرين. ودابا حنايا مضرين يعني واصله فينا العظم يعني حنا بلا خدمه صعيب باش غتلقى خدمه في هذا الوقت يعني بنادم راه العالم كامل كتعاني من هاد الكورونا بهاد الوباء. حنا ما كايناش الخدمه صعيب باش غتلقى خدمه صعيب وبزاف.